عايزاكي ترفعي راسي النهارده وتكسبي في مسابقه السيارات يا غزل. بس انا عايزه اقول لك على حاجه. شنطه فلوس كبيره لازم نروحوا بيها يا ماما. ما انا عايزه اقول لك على حاجه. قولي. امها هتبقى معايا في المسابقه وامها بتعرف تسوق العربيات. ما تخافيش يا ستي، انا مظبطه كل حاجه وعاطيه للناس فلوس عشان تكسبي كمان. دي المسابقه 50,000 جنيه غزل، لازم نروحوا بالفلوس. بجد؟ بجد يا حبيبه قلبي. يعني متاكده ان انا هكسب؟ ان شاء الله. تعالي بس معايا يلا عشان ما تاخروش. يلا. امنيه حبيبتي. نعم يا ماما. انتي لازم النهارده يا امنيه تكسبي مسابقه السيارات. اه طبعا يا ماما انا هكسب، مش انتي اللي معلماني السواقه؟ انا الناس كلها عارفه ان امنيه قوه سويقه. شطوره يا امنيه، عشان اقول لصحابي في النادي ان امنيه هي اللي كسبت. وكمان يا ماما الجايزه 50,000 جنيه خليهم تحطيهم في جيبك يا ماما. لا يا حبيبتي انا مش هحطهم في جيبي، انا هكمل عليهم واجيب لك عربيه. بجد يا ماما؟ بجد يا امنيه، بس اهم حاجه تكسبني. ربنا يخليكي ليا يا ماما. ويخليكي ليا يا حبيبتي، يلا بينا عشان ما تاخروش. يلا بينا. يا ماما يا ماما. نعم يا فيروز. لا يا فيروز ما تخافيش، وعايزه اقول لك على حاجه، انا عايزاكي تبقي قويه يا فيروز، حتى لو انت خسرتي مش مهم، اتعلمي والمره الجايه تكسبي. امنيه وغزل بيعرفوا يسوقوا ولا لا؟ لا انت بتعرفي تسوقي يا فيروز، وان شاء الله هتكسبي. ماشي يا ماما. يلا بينا يا روز. اهلا وسهلا بكم في مسابقه سباق السيارات، ودلوقتي هنقابل المشتركين معانا في المسابقه ونعرف قد ايه حماسهم وقد ايه واثقين ان هم هيكسبوا. واول متسابقه معانا هي الاميره فيروز. ازيك يا اميره فيروز؟ الحمد لله. متحمسة وان شاء الله واثقة انك هتكسبي؟ ايوه ان شاء الله واثقة ان بنت حضرتك هتكسب؟ ايوه طبعا فيروز هتكسب وهترفع راسي ان شاء الله. ومعانا متسابقة رقم 2 امنية القوة. امنية ان شاء الله متحمسة قد ايه واثقة انك هتكسبي؟ انا طبعا واثقة 100% انا هكسب وهرفع راس ماما ان شاء الله. ان شاء الله. ومامة امنية حضرتك متحمسة؟ ايوه طبعا امنية هتكسب، ده انا اللي معلماها السواقة ما شاء الله. عشان كده انا هكسب باذن الله. ومعانا متسابقة رقم 3 السندريلا غزل. غزل واثقة قد ايه انك هتكسبي؟ واثقة 100%. 100% ما شاء الله، عندك ثقة جامدة جدا ماما. أيوة. مامة غزل حضرتك واثقة ان غزل ان شاء الله هتكسب؟ ايوه طبعا ثقتي بغزل كبيرة جدا، هتكسب 1,000,000%. ما شاء الله ما شاء الله. ودلوقتي بقى معادنا مع اول 2 من المشتركين ان شاء الله هيقابلوا بعض، وهما الاميرة فيروز وكمان السندريلا غزل. يلا يا زوزو. يلا يا لوزة. جاهزين؟ جاهزين. 1 2 3. يلا يا فيروز. يلا يا فيروز. ايوه طبعا ان شاء الله المره الجايه فيروز اللي هتكسب. لا بنت اللي هتكسب ماليش فيه. لا ان شاء الله هتكسب نمبر 1. لا غزوله نمبر 1. غزوله نمبر 1. غزوله نمبر 1. يا جماعه على فكره خلي بالكم، صاحبوا كلكم غزل بنت اللي هتكسب. لا امنيه اللي هتكسب. هنشوف. ودلوقتي يا جماعه بما ان سندريلا غزل هي اللي كسبت، فدلوقتي ما عدا ان هي تقابل امنيه القوه. بيتهيألي. 1 2 3. قوية. يلا يا غزل. يلا يلا يا غزل. يلا يا غزل. صوتي معايا في العربية. ايه ده؟ دي قطة. انا عندي بابي مقطة واقف من الاوضة. لا انا مش هكمل. لا يلا يا غزل. يلا يا غزل. يلا 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 يلا. فازت معانا في سباق النهاردة سندريلا غزل. يا قلب ماما مبروك.
انا قلتلك واثقه في بنتي ان هي اللي هتكسب. وماما هي اللي شجعتني. ما شاء الله، ربنا يبارك لك فيها يا رب. اهم حاجه نحفزوا ولادنا ونشجعوهم. ايوه طبعا. عندك شفتي الفلوس فين؟ ايوه حاضر حالا. مبسوطه. انا مبسوطه شنطتي الفلوس قوي يا غزل. وانا كمان يا ماوي. امنيه ماما. ايه اللي حصل يا امنيه؟ يا ماما انت كنت مسابقاها يا حبيبتي. ماما في قطه يا ماما في العربيه يا ماما. قطه؟ انت بتتكلمي بجد يا امنيه؟ والله يا ماما. طب تعالي وريها لي كده يا امنيه. يا ماما انا خايفه. يا ماما ايه ده؟ قطه في العربيه؟ ده في حد عاوز يخسرك يا امنيه. استني استاذه ايه؟ ايوه ينفع كده؟ ده ايه ده؟ في قطه في العربيه عند امنيه. في حد عاوز يخسر امنيه. ازاي ده حصل؟ معرفش ازاي امنيه نزلت وسابت السباق بسبب القطه. طيب دلوقتي يا جماعه احب اخبركم ان احنا هنعيد السباق من اول وجديد. لا يا مش حابه كده. ايوه لا مش حابه كده. هو السباق كان مره واحده بس، مش حابه كده. انا عايزه حضرتك تهدي، وبدل انت واثقه في بنتك ان هي كسبت مره اكيد هتكسب التانيه. معلش ده ظلم، ده ظلم. انا ليا عندك جايزه ماليش دعوه. معلش يا جماعه احنا اسفين، هنضطر نعيد السباق بس هي الحاجه هتعيد. ايوه وانا هكسب. لا مالكيش حق. لا مالهاش حق. ليها الحق. دلوقتي يا جماعه احنا هنرجع نعيد السباق ان شاء الله. أيوة. بين سندريلا غزل وامنيه الكو. دلوقتي احب افكركم برضو ان شاء الله اللي هيكسب في سباق النهاردة هيكسب الشنطة وفيها 50,000 جنيه. دلوقتي جاهزين؟ جاهزين. واحد اتنين تلاتة. يا امنية 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 امنية. وان شاء الله ان شاء الله موعدنا وموعدنا معاكم مع سباق اخر ان شاء الله. امنيه حبيبتي انا مبسوطه قوي يا امنيه ان انت كسبتي. وانا كمان يا ماما مبسوطه قوي كده يا حبيبتي. افتخر قدام صحابي واقول لهم امنيه اللي كسبت. ايوه طبعا يا ماما. وانا هكملك على الفلوس دي ان شاء الله يا امنيه واجيب لك احلى عربيه. ربنا يخليكي ليا يا ماما. ويخليكي ليا يا امنيه. يا رب دايما مشرفاني يا امنيه. يا رب يا ماما. تعالي حبيبتي. يلا. اتاخرت ليه كده؟ ايه يا ام غزل؟ الف مبروك كسبتي. الف مبروك على ايه وكسبت على ايه؟ ما انا حطيت القطه في العربيه. اكتشفوا القطه وعادوا السباق تاني وامنيه اللي كسبت. اسالك سؤال واحد، هو انتوا مش قبضتوا مني يا استاذ محمد عشان بنتي تكسب؟ ايوه. امال ايه اللي حصل بالظبط؟ بس معاد ايه دي اللي صعبه قوي. كنت اقول لي كنت لقيت لها اي واسطه. بس انت غلطانه برضه. ايه اللي خلاكي تعيدي السباق؟ ما انا كان عامل ايه بشرط كنت سيبيهم وامشي. مرضتش تديلي الجايزة يا أستاذ محمد. مرضتش تديلي الجايزة. أعمل كنت إيه؟ كنت سيبهم وامشي برضو. أنت كسبتي. مش يا أستاذ محمد. يعني مفيش فلوس؟ مفيش فلوس ومفيش تعامل تاني ما بيني وما بينك. يلا يا غزل. يلا. جاهزين؟ جاهزين. واحد اتنين تلاتة. يلا يا غزل. يلا يا فيروز. برافو يا زوجي. يا فيروز يلا. يلا يا غزل. يلا.
هارد لك يا فيروز. يا فيروز اجري جامد. هارد لك يا فيروز. لا ما اعرفش. فيروز ان شاء الله ان شاء الله المره الجايه هتكسبي يا فيروز، ما تزعليش. بصراحه انا كنت واثقه فيك يا فيروز انك هتكسبي. معلش يا فيروز. خلاص خلاص بقى يا فيروز، هارد لك. معلش. جاهزين؟ جاهزين. واحد اتنين تلاتة. أمنية. يلا يا غزة. أمنية. يلا يا غزة. دلوقتي يا جماعة برضو احب افكركم ان اللي هيكسب ان شاء الله السباق هياخد الشنطة وفيها 50,000 جنيه. جاهزين؟ جاهزين. واحد اتنين